إذا نذر الإنسان بترك معصية هل هذا يعتبر نذر؟ نعم. يقول إذا نذر الإنسان بترك معصية فهل هذا يعتبر نذر؟ نعم يعتبر نذرا، يعني ترك المعصية عبادة، ترك المعصية عبادة واجبة عليه بأصل الشرع، فإذا نذرها تأكد ذلك، مثل لو نذر أن يصلي الظهر فيجب عليه ذلك من جهتين، من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر، كذلك إذا نذر ترك المعصية يجب عليه ذلك من ناحيتين، من ناحية الأصل أصل الشرع، ومن ناحية النذر. نعم.